نونو مينديس وضع الكرة بشكل جميل، أحسن تكنيك رائع. أنا من وجهة نظري أحسن اثنين شاطوا ضربات جزاء كوندي ومينديس، ظهيرين ظهير من فرنسا وظهير من البرتغال. كوندي تك في اليمين وده تك في الشمال، وعالية وقوية وصعبة على حارسين المرمى. طيب آخر 9 مباريات لرونالدو لم يسجل أهداف، لا في كأس العالم في قطر ولا حتى على مستوى اليورو. وحتى لو لعب 100 مباراة تانية وما سجلش عادي، هو رونالدو عادي. أنا قلت لك هو الهدف الأساسي خده 2016 اليورو، طبيعي بعد كده هل بالبرتغال هتنافس على كأس العالم؟ هل البرتغال بتنافس على بطولات اليورو قبل كده؟ أنا في ظني إن مارتينيز لم يتعامل معاه، وخاصة في المباراة الثالثة. المباراة الثالثة خلاص أنت حسمت التأهل، ليه لازمتها المباراة الثالثة يلعب 60 ولا 65 دقيقة؟ هو دلوقتي الراجل عنده 39 سنة، فالطبيعي إن أنت لازم تديره كويس. هو لم يستطع إدارته في عدد الدقائق بتاعة طبيعي أن يرتاح قليلا. أيوه، وهو لا يملك الشخصية مارتينيز إنه يقعده. طالما جبت رونالدو لازم تلعبه. جات له فرصة أو فرصتين لو هو في حالته الطبيعية وفي تركيزه الطبيعي كان ممكن يتعامل معاه أفضل من كده، إنما سواء كسب البطولة خرج من البطولة لن يزيد ولا ينقص من رونالدو. رونالدو هو رونالدو، سيبقى خالد في عالم كرة القدم. إحنا شفنا أسطورتين من أساطير كرة القدم الناس بتعلم منها، هو وميسي. فالألقاب الجاية أو اللي مش هتزيد ولا هتنقصه، فأعتقد إن هي بطولة ممكن تبقى نهايته الدولية زي مش زي ما هو عاوز، إنما يظل هو رونالدو. لو كنت مكان روبرتو مارتينيز كيف تتعامل مع وضعية رونالدو كلاعب كبير في السن بداية، وأنت تعلم تماما الكبار في السن ما فوق 35 سنة على وجه الخصوص لديهم وقت طويل لإعادة تأهيل مرة أخرى للعب مباريات كرة قدم بشكل على مستوى عالي في اليورو، هل كنت تستبدل تريح رونالدو أم تشرك رونالدو في كل لقاء؟ هناك أمر مهم فقط بالنسبة للمدرب، هو أن يضع أفضل 11 لاعب على أرضية الميدان، هذا أهم شيء للمدرب. إذا ما كنت مقتنعا بأن رونالدو يجب أن يكون موجود تضعه في التشكيلة. بعد ذلك هناك أمر ثان، رونالدو كذلك لديه القوة نظرا لشخصيته كذلك وتاريخه، هذه القوة لا يمكن أن يقلل منها بالنسبة للمنتخب. المدرب موجود لكي يتخذ القرارات الصحيحة والصائبة، وإثر ذلك بالنسبة للفريق لا يوجد أفضلية للاعب على آخر، فقط أمر واحد يهم وهو مهارة اللاعبين وجاهزيتهم في وقت المباراة. كما ذكرتم رونالدو في 39 من العمر ولم يسجل لمدة 7 مباريات أو 9 مباريات، إذا نتوقع أنه إراحته في بعض الأحيان كان يمكن أن يساعده نوعا ما كي يبقى ويكون في حالة أفضل في بطولة مثل هذا. أنا أيضا لدي الأحساس بأن رونالدو منذ 10 سنوات كان ليسجل بعض الفرص التي أتيحت في هذه المباراة لأنه كان قويا جسديا سابقا. إذا ما أردت أن تشرك رونالدو اليوم تحتاج إلى لاعبين أكثر من حوله ليساعدوه ليعطوه فرصة كي يكون فعالا. عندما يكون معزولا في الهجوم كما رأينا ومع حالته الآن وسنه المتقدم لا فرصة له بالمرة. كيف تفسر عملية وجود رونالدو في يوم من الأيام كجناح، يلعب كجناح مع منتخب البرتغال مع نادي مانشستر يونايتد في فترة بسيطة أيضا مع ريال مدريد، وتغير من جناح إلى مركز رأس الحربة مع العلم بأن هذا المركز قد سجل فيه العديد من الأهداف مع نادي يوفنتوس على سبيل المثال، وبالتالي موسم بعد موسم بدأ يتراجع على المستوى التهديفي؟ هذا ما نسميه الحياة، السن يتقدم وهذا أمر عادي. إذا ما تمكنت من اللعب بالتأكيد كيف في 60 كما هو في 13 لفعل الكل ذلك، ولكن في 29 تبدأ في التقدم في السن شيئا فشيء، وفي 39 هذا 10 سنوات بعد أن تبدأ في التقدم في السن، تخيلوا ذلك. إذن اليوم رأينا أنه في بعض الوضعيات أمام ساليبا خسر كل تحدياته، وكذلك كان ساليبا أسرع وغطى على الكرة أيضا بشكل أفضل. And uh,
تماما نعم. وهو أقوى منه لأنه أصغر سنا بكل بساطة وأقوى جسديا، وهذه قاعدة الحياة، هذا قانون الحياة، هذا أمر لا يمكن أن يدوم دائما ولسوء الحظ بالتأكيد للاعبين. دعونا لا ننسى بأن رونالدو كذلك هو استثناء في حد ذاته، أن يلعب في هذا المستوى في هذا السن في 39 في حد ذاته، كم من لاعب يفعل ذلك أخبروني، وفي الهجوم كرأس حربة، هذه أول مرة أرى ذلك، إنه استثناء. ربما إبراهيموفيتش. Yes, إبراهيموفيتش. نعم إبراهيموفيتش. نعم لأسباب مختلفة، ربما لأن قوته الجسدية وبنيته تمكنه من فعل ذلك، والفنيات أيضا، ولكن رونالدو كذلك لاعب متحرك وليس لاعب ثابت، وكان لديه كذلك تغيير اتجاهات سريع جدا بسرعة، يعود للوراء، وقوة جسدية، خاصيات جسدية عالية جدا، وبالتأكيد رغم تقدم في السن لا يزال جيد، لكن ليس كما كان في السابق. سؤال أخير الآن، ديدي ديشان كابتن محمد دكتور طارق اللي عليه كلام، دكتور طارق ما تسألش، بقاله كتير ما بيتكلمش. لا بس أنا لي حق أسأل شخصي أشوفه مناسب للسؤال، ولا أنت جاهز للسؤال؟ لا أنت الحين كانتي بالنص شلون يوزع اللعب. طيب فأنت كانتي. شكرا على الدعم دكتور، دائما بس لازم أحط لك لا بدون شرط، لا صار كابتن آخر شيء. لا أرسن فينجر أكبر. لا أنت كانتي، ولو كان هو مدرب أنت أكبر. لا هو الحين قلت لك أنت كانتي، لازم أحط لك إشارة. طيب أسألك سؤال الآن، ديدي ديشام في نصف النهائي مع 3 أهداف، علما بأن ديدي ديشام عانى من العديد من الانتقادات، هو روبرتو مارتينيز، ساوث جيت، وجمعوا ديدي ديشام مع هؤلاء المدربين على أنهم من أسوأ المدربين على مستوى اليورو. الآن تأهل إلى نصف النهائي، هل لا يزال ديدي ديشام من أسوأ مدربي اليورو؟ من هو حدد أنه هو الأسوأ ولا الأفضل؟ زملائك المحللين. لا لهم كامل احترام تقدير. لا أنا أتكلم بصورة عامة، من يحدد هذا مدرب سيء أم المشاهدين والمتابعين صحيح؟ لا البطولات. لا نتائجه البطولات. الريال ياب كأس عالم وصعد نهائي كأس عالم، يعني دورتين، وخسر يورو كأس عالم، يعني خسر كأس عالم ركلات ترجيح. نعم يعني أمام الأرجنتين، أمام ميسي سيد هذه اللعبة، ولا عندك اعتراض؟ لا أنا ما عندي اعتراض، أنا بالنسبة لي أنا ميسي ورونالدو أفضل لاعبين على مستوى العالم في تاريخ كرة القدم، لكن يفتقد اللمسة الأخيرة. أهم حاجة في المهاجم أو في الجناح ان المراوغه، وبعد المراوغه ايه يحطها لنا في الشبكه، وده اللي ما شفناهوش لفرقه مبنيه يا عبد العزيز على شباك نظيفه في الدفاع. خلنا 4 شباك نظيفه من 5 مباريات و3 أهداف، هدفين عكسيين وضربه جزاء. خلنا نكون واقعيين، هل مطلوب من ديمبلي تسجيل الاهداف؟ وصلنا للختام مشاهدينا الأعزاء، نشكر محللي بي إن سبورتس سيد أرسن فينجر، دكتور طارق الجلهماك، محمد أبو تريكة، شكرا جزيلا لكم. Thank you. Good night. شد حيلك لما بكرة وراك تاني. عندي حصة لغات هولندي وتركي. شكرا مشاهدينا على المتابعة، هذه تحية من فريق العمل هنا في بي إن سبورتس، إلى اللقاء.